أفادت وزارة الصحة بخلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا كوفيد-19 واتخاذها لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين. أكدت الوزارة في بيانها أنها أجرت 19 تحليلا لعدد من المسافرين القادمين من الدول المتفشي فيها المرض خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث تبين أن كافة الحالات سليمة وأن نتائج تحاليل الفحص سالبة للحالات المشتبه بها، تصل بذلك حالات الاشتباه الكلية إلى 74 حالة مشتبه بها كانت نتائجها جميعا سلبية. أوضحت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الحالات التي يتم رصدها أو الاشتباه بها في كافة منافذ المملكة، وذلك استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية المتبعة في كافة المطارات الدولية وفي المنافذ. وبيّنت وزارة الصحة أنه تم فحص جميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي من الدول المتفشي فيها مرض فيروس الكورونا، حيث خضع جميع الركاب القادمين من الدول المتفشي فيها الفيروس لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، على أن يتم عزلهم لمدة 14 يوما لمتابعة حالتهم الصحية بحسب الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدة على ضرورة اتباع القادمين من الدول المتفشي فيها المرض كافة الإرشادات التوعوية والاتصال بالخط الساخن 444 لطلب الرعاية الطبية في حال ظهور الأعراض المصاحبة للمرض خلال 14 يوما التالية من عودتهم من هذه الدول. أشارت الوزارة إلى أنها تتابع باستمرار مع الجهات ذات الاختصاص تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بحسب المعايير العالمية، وفي حال رصدها لأي حالات مشتبه بإصابتها بمرض فيروس الكورونا فإنه سيتم نقل تلك الحالات فورا إلى مركز العزل وإجراء الفحوصات اللازمة وتحويلهم إلى الحجر الصحي بحسب الحالة المشتبه بها. قالت الوزارة في بيانها أنها خصصت مركز إبراهيم خليل كانو للتأهيل ليكون مركزا للعزل إلى جانب مراكز عزل أخرى تابعة للوزارة، وأنها تقوم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية لتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من مرض فيروس الكورونا حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.